سبحوا مجدوا زدوا علوا إلى الأبد رحمته فهو المسبح والممجد والمتعالي على الأدهر وإلى الأبد رحمته. قام المسيح والنور في قبره شهادة حي على قيامته طول العصور. قام المسيح وبيه هنقوم وهنحيا معاه في الأبدية لآخر الدهور. قام المسيح وانتصر على الموت والألم. قام المسيح من الأموات افرحوا يا كل الأمم. اللي على صخرة من الإيمان بنيكي لم الولاد في حضنك رجع لك بنيكي ويرجعك شلتي بناتك فوق إيديكي. بص بعينيكي الأرض بيغطيها ضلمة وانت مجد بيغطيكي ونور إليك من السماء أشرق عليك. ومستنيري ومستنيري نورك جي ومستنيري مش نور وجاي من الشمس أو جاي من القمر ده نور إليك نور أبدي ربك قمر جوه الظلام هتنوري وهتكتري وهتكتري مجد يورع عليك يا كنيسة المسيح. ناس نوحوا هيفرحوا وبالتسبيح هتبشري تعالي يا كل الأمم في نور عسيري. ومستنيري نورك ومستنيري تعالي يا كل الأمم في نور عسيري. ومستنيري نورك جاي ومستنيري سبحوا مجدوا زدوا الأبد رحمته. الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أهلا بيكم مرة تانية في برنامج سبحوه يا كهنة الرب ونكمل مع بعض موضوعنا عن عروس المسيح الكنيسة اللي خطبها لي بعربون الحب اللي قدمه بدمه على عود الصليب ونكمل مع قدس أبونا موسى اللحن الروحاني وقدس أبونا توما المرنم الجميل والرائع. وموضوعنا النهاردة عن لقب مر علينا كده وقلنا ما ينفعش يعدي بسهولة وببساطة. واحد من الآباء المدافعين قال إن الكنيسة هي خزانة الحق. خزانة الحق يا ترى يعني إيه؟ يا ترى كان يقصد إيه بتعبير خزانة الحق؟ ما هو تعبير خزانة الحق اللي هي البناريون. أنا هدي الكلام بقى لأبونا توما لكن أنا بس أول ما قلت خزانة الحق دي افتكرت خزانة الدواء اللي هي المكان اللي بيستودع فيه الحق. بالضبط هي نفس الفكرة. خزانة الحق أقدر أسميها قدسك خزانة الصدق. كل ما هو صادق جوه الخزنة دي. أيوه. مفيش حاجة مزيفة، مفيش حاجة ملهاش وجود، كل شيء هتلاقيه جوه خزنة الكنيسة الروحية. هتلاقي صدق، هتلاقي حب بصدق، هتلاقي بذل بصدق، هتلاقي خدمة بصدق، هتلاقي بذل بصدق. ففعلا تعبير خزانة الحق إن دل إنما يدل فعلا على إن كل ما هو خارج من الكنيسة هو بصدق، كل المشاعر بصدق، كل الخدمة
بصدق. بس هو برضو يعني مستوى من مستويات الصدق هو انه 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 بذار انه دماء الشهداء بذار الكنيسه وبذار الكنيسه كانت دم الشهداء. انا يعني عايز برضو اقول في ممكن ناس تستشهد او يبقوا انتحاريين من اجل فكره مش حقيقيه، لكن بالنسبه للكنيسه هو ما كانش رايح يأذي حد، هو استشهد علشان كان بيشهد للحق زي ما القديس إغناسيوس الأنطاكي كان بيقول لهم يعني اجعلوني طعام، أنا خبز الله، أنا حنطة الله. هو عايز يوصل حاجة مهمة قوي، وفي نفس الوقت يعني ما فيش أشد من الحق إنه شايف إنه في موته وانتقاله للسماء هو ده الحياة، وده اللي قاله بولس الرسول، يعني القديس بولس الرسول. كمان يا بونا أنا بشعر إن كلمة خزانة أو خزنة دي دايماً بتحمل إن ما فيها بالفعل ثمين وغالي جداً. بالضبط، لأن إحنا اشترينا بدم ثمين كما من حمل بلا عيب بدم المسيح، فأكيد كل ما هو داخل الكنيسة بدم المسيح هو غالي وثمين جداً، حاجة عظيمة جداً. كرتيني. فلا يوجد فيها إلا كل ما هو غالي وهو حق. هي الخزنة أصلاً اتعملت للغالي، كل ما هو ثمين. فكرتني بحاجة مهمة قوي. فكرتني قدسك بحاجة مهمة قوي. عدة دكتور الأسنان دكتور الأسنان في 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 البلاد الأوروبية وفي أمريكا بياخد مبالغ مش قليلة خالص، وبيبقى عنده مجموعة أدوات معمولة بطريقة فيها مصاغة، بطريقة فيها تقنية معينة عالية وأشكال معينة وطرق تقنية معينة عالية جدا وفيها تشكيلات معينة، وبيبقى عنده مجموعة عدد كده وأدوات بيشيلها في مكان مخصوص وبيعقمها بالأوتوكليف اللي هو المكان اللي فيه درجة حرارة عالية جدا جدا جدا، محتاجة وكأن الأدوات اللي بتقوم الإنسان وتحييه وتنقذ حياته مستودع جوه جوه محتاجة المكان تحفظ ده في مكان آمن. أيوة، غير قابل للعدوى مثلا. بس تعالوا تعالوا نقول جواها إيه. يعني أنا هقول مثلا إنه جواها كتاب مقدس، جواها الإنجيل. طبعا. لا دي جواها جواهر ثمينة يا أبي تكمن في الأسرار المقدسة. أيوة، عشان كده احنا دايما ذهبي الفم قدسك حللني دايما فضل. بنسمي بعض الـ مش عايز أقول البقايا اللي بتسقط من جسد الرب بنسميها جواهر. جواهر. ولو وقعت جوهرة من الصينية في الأرض تلاقي الأب الكاهن يسارع جدا إنه يبحث عنها اللي هي لما يلاقيها. بالنسبة للخبز كفتات يعني. الفتات. الفتات. أقصد الفتات. القديس يوحنا ذهبي الفم اتكلم على الإنجيل وعلى الكتاب المقدس وقال إن الإنجيل هو سر الكنيسة. سر الكنيسة، فإن كانت خزانة الحق فسرها هو فين؟ في الإنجيل. السر فين يا كنيسة؟ انت قوتك ايه؟ وانت العظمه اللي فيك جايه منين؟ وتعليمك نقدر ايه؟ نقول سبب والحق اللي فيك هو ايه؟ ما هو والسر المقدس. والسر الـ 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 الاخر في تقليد الكنيسه، لانه لولا تقليد الكنيسه ما كانت قانونيه الانجيل. يعني بسبب الاباء اللي اتجمعوا في مجمع نيقيا مع القديس اثناسيوس الرسولي، وبعد كده المجمع اللي أقر قانونية 29 سفر، فبقى الإنجيل يعني منتج مقدم من الكنيسة لشعبه في الفترة اللي مشيت فيها الكنيسة 200 سنة من غير إنجيل مجمع. فالتقليد اللي سلمنا الكهنوت واللي سلمنا الأسرار الكنسية والممارسات الكنسية ده برضو كنز من الكنوز الموجودة جوه الكنيسة. كمان ضفت كنز كمان، أبائها دول كنز. الأباء بره أوقات يعني الأب بيتغير، وأوقات أب يبقى يعني مع أولاده أو مع زوجته أو في حالات كتير تلاقوه متغير، لكن في الكنيسة أبائها أباء محبين ورعاة بحق، لأن ربنا بيرسل لكنيسته رعاة يرعون شعبه بالبر وبالقوة. ده حق، عشان كده ما فيهاش غير الكتاب بيؤكد الفكرة دي، بيقول اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بإيه؟
بكلمة الحق. عشان كده قدسك الإنسان المؤمن المسيحي إذا بعد عن خزانة الحق دي ومشي وقع في الدنيا كل ما هو باطل ده هيقع في إيه؟ كل في الإفلاس. هو هيلاقي نفسه طالما بره الكنيسة فلس ومحتاج يستلف من الخزنة دي. في أباء ليهم رأي إنه أوقات بنلاقي الحب بره الكنيسة، ولكن للأسف ما بيطلعش حب لأنه في الباطل وليس في الحق جوه الكنيسة. بتبقى أوقات بقايا الصورة اللي اتخلقنا عليها، لكن الزمن شوهها والعالم شوهها. أصله في 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 فكرة أوقات بتبقى هي فكرة المعتاد. الناس اللي متعودة تخش الكنيسة وتشوف الأيقونات، تشوف حامل الأيقونات والصليب موجود والبخور والشرية، والناس اللي بتيجي يعني اللي عايشين في كنائس المهجر لما بيجي مثلا حد من أهل البلد مش 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 قبطي ما ترباش جوه الكنيسة وشاف، بتشعر بشيء من الانبهار حتى لما يجي يقرب من حجاب الهيكل ويلاقي مثلا في الطقس الكنسي انه فيه سن فيل اللون الابيض والصدف mother of pearl اللي هي الصدفه اللي هي ام اللؤلؤه وده تعبير عن الكنيسه احنا لقالق والصدفه ام اللؤلؤه ويلاقي الأيقونات بألوانها المختلفة وتعبيراتها ويلاقي الشورية كأن الإنسان ويلاقي ملابس الكاهن كمان. يا أبونا في فكرة تانية، يعني أوقات بتمر على ذهن من وقت للتاني، أحد الأباء قال إن الكنيسة الحقيقية كنيسة الله الحقيقية بالفعل طالما هي كنيسة حق، كنيسة الله هي السماء، هي على الأرض في غربة أيام وبتقضيها، لكن الكنيسة الحقيقية فين؟ في لحظة الانتصار وفي الحياة الحقيقية في السماء. زي ما بيقول سفر الرؤيا، ورأيت سماء جديدة وأرضا جديدة وكنيسة جديدة وكنيسة جديدة ولها الأبواب ولها الأختام ولها الأسماء. ويسوع المسيح هو شمس البر اللي بينير داخلها. ما هي دي بتقول إنه 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 موطن الكنيسة هو نفسه موطن عرسها. ففكرة إنه 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 حياة الرب يسوع على الأرض يعني ابتدت بالتجسد بس انتهت بالصعود. إذن يعني رغم إن هو الحي الذي لا يموت. تمام. بس بس في 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 حتة برضو عايز أقولها إنه الكنيسة مرسل، يعني زي الملائكة مرسلة للأرض بس رايحة موطنها السماء. بحب قوي يقول لك رحل إلى موطنه السمائي والميلاد السمائي. في عبرانيين بيقول مرسلة للعتدين أن يرثوا الخلاص. تعالوا نقول يا أبونا ترنيمة مين يحل الغربة غيرك. أيوة دي ويخليها جنة. تمام. اشتراني احصوك انت مع الاسماء
شكرا لكم يا ابونا على الترنيمه الجميله وعلى فرصه الصلاه. احبائنا لسه في كنوز كتير موجوده جوه كنيستنا، تابعونا هتلاقوا فيها امور عظيمه جدا لالهنا المجد الدائم الان كل اوان والى الابد امين. المسيح من بعد ما راح وكرز للأرواح المسجونة في الجحيم، ولما شافوا القديسين فرحوا بمجيئه خرجوا في دول النعيم. قام المسيح وليها نعيش كل الأيام، لنحيا بعد لأنفسنا بل للذي من أجلنا.